السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع المتابعين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، في إطار السياسة الجديدة التي أصبح ينتهجها المغرب، يوم أمس تم منع أحد قيادات ممتزقة البوليزاريو من دخول الصحراء المغربية عبر أحد مطارات المملكة. بطبيعة الحال تم إيقافه في المطار ورجعوه من حيث أتى. هذا القيادي اللي اسمه محمد سالم بشراية، طوال السنوات الماضية كان يتهجم على المغرب، كان يهاجم المغرب، كان يسب المغرب والمغاربة، كان يشتم في المغرب والمغاربة. بطبيعة الحال نفس الشيء ما يقوم به النظام الفقري الكرغولي وباقي قيادات مرتزقة البوليزاريو، لأن هذا هو السلاح الوحيد اللي عندهم، السب والشتم والتصريحات الفارغة والكلام الفارغ وما إلى ذلك. فبعد العملية ديال القرقالات أصبح يعني يدعو ويحرض على تنفيذ عمليات إرهابية في الأقاليم الجنوبية المغربية وفي مدن المملكة، ويحرض على تنفيذ يعني عمليات تخريبية، عمليات هجومية وما إلى ذلك من هذه الأمور. دائما يخرج ويصرح بهذا الكلام، بهذا يعني التفاهات وما إلى ذلك. في آخر المطاف مرض، هو الآن مريض، قال لك سيدي المرض ديالو مرض خطير، والمسألة ديال الموت ديالو مسألة وقت، وقال لك حقا بغى يموت في الأقاليم الجنوبية المغربية، في الصحراء المغربية. فجاء وبدا كيقول لهم انا حاله انسانيه وبغيت ندخل وبغيت كذا وكذا وكذا، غير ان السلطات المغربيه اللي كنحييهم من هذا المنبر بطبيعه الحال كان لهم راي اخر. بطبيعه الحال وقفوه في المطار واعادوه من حيث اتى، ما كاين لا حاله انسانيه ولا هم يحزنون. تحياتك كامله، انت كتسب في المغرب وكتهاجم المغرب وكتتحرض على تنفيذ عمليات ارهابيه في الاقاليم الجنوبيه اللي باغي تخليها انت، ومن بعد كتجي وكتقول دخلوني انا حاله انسانيه وبغيت نموت في هذه الارض وما كذا وكذا وكذا، وهذه الخزعبلات كلها. فالخلاصه ديال الموضوع متابعينا الكرام، وهو ان هذا هو المصير ديال اي مرتزق من هذا المرتزقه ديال البوليزارو، سواء كانوا قياديين سواء كانوا انفصاليين، سواء هذوك اللي كاينين في اوروبا يشحتون هنا وهناك، لن تحلموا بالصحراء المغربيه لا اليوم ولا غدا ولا في المستقبل. ومصيركم سوف يكون نفس المصير ديال هذا اللي سميتو محمد سالم بشراية، هو مرض الان وغادي يموت في لاس بالماس ولا في اسبانيا ولا في فرنسا ولا هادشي ما كيهمناش. المهم الصحراء المغربيه اللي بغى يدخل ليها الامر واضح. بايا جلاله الملك، قول الصحراء المغربيه، كل مواطن مغربي ومرحبا بك في الداخله في العيون في ما بغيتي. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.